شكري. عنده 216 يلا شباب يلا شباب يلا دكاترة يلا شباب يلا دكاترة يلا دكاترة يلا شباب يلا شباب يلا شباب يا شباب يا شباب يلا دكاترة الجي اي تي يا دكاترة يا شباب الله يرضى عليك يلا دكاترة يلا دكاترة الجي اي تي يا دكاترة ايه الفانكشن بتاعتها؟ اقول له اول فانكشن يا دكاترة موتيليتي موتيليتي حركية الحركية دي بتعمل ايه؟ اقول له موف موف تحرك يا شباب تحرك الاكل او الكونتنتس اند ميكس دي سهلة. طب تاني حاجة اقول له والله سيكريشن سيكريشن دي يا شباب سيكريشن دي انزيمز ها لكن يا شباب اهم من الانزيمز اللي دايما يجي كأنه سؤال اقول له والله بتعمل سيكريشن لميه والكترولايتس الكترولايتس وهنشوف مثالها النهارده ان شاء الله. طيب وايه كمان اقول له والله بتعمل دايجيشن يعني ايه كلمه دايجيشن اقول له والله كلمه دايجيشن نحول حاجه كومبلكس زي الستارش مثلا يا شباب الى جلوكوز او مونوساكرايد ليه اقول له والله الابسوربشن لمونوساكرايد مش ستارش واخدين بس. طب والبروتين احوله الى ايه امينو اسيد هو ده اللي يحصل له ابسوربشن وايه كمان اقول له والله الفات دي احولها الى ايه جليسرول جليسرول وفاتي اسيد هو دول اللي بيحصل لهم ايه الابسوربشن. طب والفانكشن الرابعه يا دكاتره يبقى كام فانكشن لغايه دلوقتي؟ موتيليتي سكريشن دايجيشن اه وفي الاخر بقى ابسوربشن. ابسوربشن دي يعني ايه يا شباب؟ اقول له والله ابسوربشن دي ان نخلي الحاجه تعدي من اليومن بتاع الجي اي تي الى اما البلاد كابيلاريز واما الليمفاتكس. اه الفاتي اسيد هتعدي فيه الفاتي اسيد هتعدي في الليمف الجلوكوز والامينو اسيد هيعدي في الكبد يبقى دي الفانكشنز الاساسيه بتاعتي يا شباب بتاعت الجي اي تي. لكن خلوا بالكم يا دكاتره الجي اي تي بره جسمنا يا دكاتره بره جسمنا حوالي 9 متر 9 متر يبقى الجي اي تي جي اي تي يعني جاسترو انتستاينال تراكت دي يعني تراكت جاسترو انتستاينال تراكت يبقى الجي اي تي كلها يا دكاتره حوالي 9 متر بره الجسم جوه جسمنا يا دكاتره 4.5 متر بس الله يبقى ايه كانها ايه يا دكاتره صغرت شويه صغرت شويه ليه؟ قول والله تابعوني كده يا دكاتره لو خدنا اي كروس سيكشن ودي تهمنا جدا بقى يا دكاتره كروس سيكشن يا دكاتره في اي جزء من الجي اي تي هلاقيه بالمنظر دوت هلاقي دي ميكوزا كده بالشكل ده يا دكاتره اقول له الميكوزا دي عباره عن سنجل لاير اوف سيل سنجل لاير اوف سيل دي اسميها الميكوزا لاير دي سنجل لاير اوف سيل خليه واحده بس هاي يبقى دي ميكوزا لاير بعد الميكوزا لاير الدكاتره هنلاقي في سب ميكوزا اللي هي دي سب ميكوزا سب ميكوزا سب ميكوزا وبعد كده الدكاتره هنلاقي في ماسل لاير الماسل لاير دي الدكاتره نوعين من ماسل لاير ماسل لاير سيركولار 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 ماسل لاير اللي هي كده الله سيركولار ماسل لاير زي مثلا لو دي جي اي تي كده يا دكاتره زي صوابعي كده دي سيركولار سيركولار دي لما تعمل كونتراكشن تعمل ايه في الدايمتر؟ اه بتصغر الدايمتر طب لما الريلاكس توسع الدايمتر اوكي طب وفي نفس الوقت يا دكاتره الاقي فيه لونجيتيودنال ماسل لاير بتيجي ماسل لاير زي ايه؟ لو ده اليوم كده دكاتره زي الاعلام كده يا شباب. شايفين الاعلام دي؟ ها؟ دي كانها لونجتيودنال ماسل لاير. لونجتيودنال ماسل لاير دي لما تعمل انقباض هتعمل ايه في طول الجي اي تي؟ هتصغره بدل 9 متر يا دكاتره هتخليه كام؟ 4 اه ودي عشان كده يا شباب ايه؟ بنمثلها بايه؟ بدوائر صغيره كده لونجتيودنال ماسل لاير. يبقى كام لاير دلوقتي يا دكاتره في الجي اي تي؟ اقول له والله نمره واحد يا دكاتره ميوكوزا لاير ميوكوزا ميوكوزا لاير ميوكوزا لاير دي عباره عن ايه؟ سنجل لاير اوف سيلز
وبعد كده دكاتره في ايه صب ميكوزا دي دكاتره صب ميكوزا اتنين صب ميكوزا صب ميكوزا ونشوف كل واحده فيها اهميتها ايه دلوقتي. وبعد كده المصل لاير يا دكاتره دي ماسكولار لاير ماسكولار لاير يبقى اللاير الثالثه ماسكولار ماسكولار لاير. وبعد كده الرابعه بقى بص فيها دكاتره دي سيروزا 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 اللاير دي طبقه يا دكاتره ناعمه جدا 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 عشان الجي تي بتتحرك ما تعملش احتكاك ما بينها وما بين الاورجنز الثانيه. بس خلوا بالك كل جي اي تي يا دكاتره كفرد بيه سيروزا اللاير ما عدا ما دامت ما عدا طبعا يبقى ايه اسئله ايه بقى ما عدا الاسوفجس دي لان الاسوفجس زي دكاتره ايه لازم كده على طول. وايه كمان والريكتم الله دول ما بيتحركوش يا دكاتره دول ايه فيكسد ثابتين فاهمين يا دكاتره. طب لا حاجه تانية اهم من كده اقول له كل جي اي تي مصر دي يا دكاتره عباره عن ايه سموث مصر عباره عن ايه سموث مصر سموث مصر ما عدا ما عدا اخذناها ايه يا دكاتره في الهيستولوجي بقى اولاد اقول له والله الفارنجيال مصرز والابر سيرد اوف اسوفجس بينما الميدل سيرد اوف اسوفجس ميكسد ما بين سترايتد وسموث. الله يجي حد يقول ايه الله وكمان ايه الاكسترنال ان سفنك الله حد يقول ايه يا دكاتره سترايتد ماسل سبلايد باوتونوميك نيرفز خلي بالك سترايتد ماسل سبلاي باوتونوميك نيرفز يبقى الاوتونوميك نيرف مش سبلاي بس السموث ماسل لا ده كمان سبلاي مين سترايتد ماسل. طيب ليه؟ اقول له والله علشان سترايتد ماسل تدينا فيري رابيد موفمنت اللقمه بتقعد في الفارنكس يا دكاتره ثانيتين صح؟ وفي الفارنكس والاسوفجس سريع بتتحرك هناخدها بالتفصيل الله يبقى ليه ازاي نعمل السرعه دي؟ اقول له نعملها بايه؟ بسترايتد ماسل فاهمين؟ يبقى في سترايتد ماسلز هل سبلاي باوتونوميك نيرفز؟ اقول له اه زي مين؟ زي كذا زي كذا. اوكي يا دكاتره؟ طب تعالوا بقى يا دكاتره نتكلم على كل لير من دول. اقول له انت يا ميكوزا اللير هنتكلم دلوقتي عن ميكوزا اللير. الميكوزا اللير دي عباره عن ايه يا شباب؟ اقول له والله بص كده يا دكاتره لو دي ماسل لير دي ده الجدار بتاع الجي اي تي اي جزء من الجي اي تي ستومك انتستن اسوفجس اي حاجه. اوكي احنا دلوقتي هنتكلم يا دكاتره دي ميكوزا لير دي سب ميكوزا دي يا دكاتره الماسل لير. هنتكلم دلوقتي على الايه؟ على الميكوزا لير بس. انت يا ميكوزا لير بتعملي ايه؟ اقول له والله ميكوزا لير دي بتعمل حاجتين بتعمل سكريشن سكريشن لايه؟ اقول له والله انزيمز وايه كمان؟ ما حدش هيغلط في الانزيمز. اقول له ما ننساش الووتر والالكترولايتس. الالكترولايت زي ايه؟ اقول له زي الصوديوم وزي البوتاسيوم. طب ايه اهميتهم؟ اقول له والله دول الصوديوم الصوديوم والبوتاسيوم ممكن يعملوا اكتيفيشن لبعض الانزيمز. فاهمين يا دكاتره؟ طب وهل يبقى دي اسمها اكسوكراين اكسوكراين فانكشن للميكوزا. لا لكن كمان الميكوزا بتعمل ايه يا دكاتره؟ بص كده يا دكاتره بتعمل اتش هرمون. الهرمون ده بص كده يا دكاتره يخرج هنا للسب ميكوزا علشان ايه؟ يدخل في الكابيلاريز كابيلاريز قال الاتش هو دخل الدم هنا وسيركوليتنج في الدم ويرجع للجي اي تي تاني مثلا الاستومك يعمل لها ستيموليشن تطلع سكريشن. الله يبقى الميوكوزا دي يا دكاتره ليها تو فانكشنز اكسوكراين فانكشن اند اندوكراين فانكشن. اندوكراين فانكشن اندو يعني ايه يا دكاتره؟ اندوكراين اندوكراين يعني سكريشن اكسو يعني خارج خارج يعني زي العرق اكسو صح يا شباب ولا لا؟ ايوه. طب والجي اي تي اكسو؟ سكريشن لا اندو الجي اي تي اكسو؟ ايوه اقول له اكسو. ليه؟ ليه اكسو؟ قال الماوس الايه مثلا؟ الله ادي جسمنا اهو الله ده كونكتد مع الاتموسفير صح ولا لا؟ ولا لا؟ يبقى ده اكسو ولا لا؟ ده اكسو فاهمين يا دكاتره؟ يبقى يبقى
الميكوزا اللي هي دي اكسوكراين سكريشن. امال يعني ايه اندوكراين سكريشن؟ قال له اندوكراين يعني في الانترستيشن فلويد، اندو داخل الجسم. قال له والله غده يا دكاتره مثلا زي الثايرويد جلاند عشان نتخيلها، انتوا عارفينها كويس. بص فيها دكاتره، قال يا دكاتره ايه سيلز، السيلز دي بتطلع هرمون اتش، بتطلعه فين؟ في الانترستيشن فلويد. الانترستيشن فلويد ده داخلي بقى، يبقى ده اندوكراين. فاهمين يا شباب؟ الله. فيها حاجه ثانيه اسمها باراكراين. يعني ايه بارا؟ بارا جار. ها اقول له والله بص فيها دكاتره، لو الخليه دي طلعت هرمون، خلي بالك الهرمون ده اثر على الخليه اللي جنبها جابها، يبقى ده اسمها بارك راي. فاهمين؟ يبقى الانواع السكريشن اللي كانت عندي اكس براين، اندو براين، وبارك راي. فاهمين؟ الميكوزا دي هتشتغل يا دكاتره اكس براين واندو براين وبارك راي. فاهمين يا شباب؟ يبقى دي سهله يا دكاتره. يا ايتها الميكوزا انت كيف تشتغلي؟ انت ازاي بتشتغلي يا ميكوزا؟ سواء اندوكراين او اكسوكراين. اقول له ركزوا بقى معايا حضراتكم، دي اهم حاجه يا دكاتره في الجي اي تي لو سمحتوا يا دكاتره. اقول له والله ادي الميكوزا اهي يا شباب، ادي الميكوزا وادي الصب ميكوزا. الصب ميكوزا دي فيها نيرف سيلز يا شباب اهي. الصب ميكوزا فيها نيرف سيلز. النيرف سيلز اللي موجوده في الصب ميكوزا دي عددها كبير جدا جدا جدا، ومش كده وبس، دي كمان كونكتد مع بعض. يبقى هسميها يا دكاتره بليكسس. يبقى بليكسس يعني ايه؟ مجموعه نيرف سيلز كونكتد مع بعض. طب انت بتعملي ايه يا ايتها البليكسس؟ اقول له والله، اقول له والله هنا يا دكاتره بصوا، هنا في ريسبتور، في ريسبتور جنب ما بين الخلايا وبعض بتاعت حجم ثلاثه. الريسبتور بتاعت الجي تي حجم ثلاثه. يا اما يا دكاتره ميكانو ريسبتور، ميكانو ريسبتور ستريتش. لما يحصل ستريتش الله، ده كلنا المعده هيحصل لها تمدد، ده ميكانو ريسبتور ستيمولاتور ريسبتور دي. او يا دكاتره كيمو ريسبتور الله، تيست جلوكوز امينو اسيد دخل جوه المعده ستيمولات. ايه يا دكاتره؟ كيمو ريسبتور فاتي اسيد ليبيد الله، دي ستيمولات كيمو ريسبتور. فاهمين يا دكاتره؟ او النوع الثالث يا دكاتره اوزمو ريسبتور، اوزمو ريسبتور بصوديوم. يبقى ايه انواع الريسبتورز؟ اي ريسبتور في الجي اي تي حاجه من ثلاثه، ما لهمش رابع. ايه بقى يا دكاتره؟ ميكانو ريسبتورز باي ستريتش، وايه كمان؟ كيمو ريسبتور زي الجلوكوز زي امينو اسيد زي، وايه كمان يا دكاتره؟ اوزمو صوديوم. فاهمين يا دكاتره؟ ارجوك ركزوا معايا في الجزء ده، هو ده اهم حته يا دكاتره هنقولها في الجي اي تي. اقول له ادي يا دكاتره الريسبتور، بصوا يا دكاتره الريسبتور دي ستيمولييتد، تبعت امبلس، تمشي في افرنت فايبر، تروح لمين؟ للبليكسس دي. البليكسس دي هسميها ايه؟ ميسنر اللي هي اسميها سب ميوكوزا البليكسس. يبقى مره ثانيه يا شباب، اكلنا اكل ستريتش تمدد اي حاجه صوديوم ستيمولات ريسبتورز، الريسبتورز دي هتبعت لمين؟ هتبعت افرنت لمين؟ للميسنر اللي هي ايه؟ سب ميوكوزا البليكسس. يا ايتها الميسنر انت هتعملي ايه؟ بص فيها يا دكاتره ارجوكم نفهمها كده يا شباب. اقول له بص فيها يا دكاتره هتبعت كده او 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 تبعت كده، تبعت كده يا دكاتره افرنت، ادي افرنت هنا. بصوا يا دكاتره عملت انزايم، دي بقى يا دكاتره عملت اتش علشان ايه؟ يروح في الكابيلاريز. فاهمين بقى يا دكاتره؟ يبقى مين يا دكاتره اللي متحكم في الفانكشن بتاعت الميكوزا؟ اقول له الميسنر بليكسس. البليكسس دي متحكمه سواء سكريشن اندوكراين او اكسوكراين. فاهمين يا دكاتره؟ كتير بقى ولا لا؟
واضحه يا شباب ولا لا؟ تمام. طب يبقى لكن خلوا بالكم حاجه ثانيه يا دكاتره، قول له يا شباب ده ما بين يا دكاتره المصري الليير وبعض، ما بين المصري الليير وبعض في برضه يا دكاتره ايه؟ يعني لو خدنا الجي اي تي بالمنظر ده يا دكاتره كده، ودي ميكوزا ودي سب ميكوزا، وهنا يا دكاتره ايه؟ في فوق مصري الليير، دي الانر يا دكاتره، انر داخليه انر، ودي الاوتر. قلنا الاوتر من الدين ولينا ايه يا دكاتره؟ سيركولر. واضح؟ بصوا يا دكاتره ما بين الاثنين دول يا دكاتره، بصوا الله ده في في بلكسس ثانيه الله، يبقى هسميها ماينتريك بلكسس، ماينتريك بلكسس هسميها ايه؟ ماينتريك بلكسس او اورباخس. اورباخ ده اسم الراجل اللي دي مش شتيمه، لكن يعني ده اورباخ اسمه كده، ها اورباخ بلكسس يعني ماينتريك بلكسس ان بتوين التو ماسل لاير والبوتينال سيركلر. الله استيموليتد ازاي؟ اقول له بص فيها دكاتره ريسبتور، الريسبتور تكون ايه؟ ايه او ايه او ايه؟ بس يا كيمو يا ميكانو يا ايه؟ يا اوزمو. طب بعتت يا دكاتره بصوا ادي افرنت اهو، بصوا هي تبعت ايه؟ بصوا كده يا دكاتره ادي الافرنت اهو، فاهمين يا دكاتره؟ يبقى الله كلنا اكله. الاقي المصري اللي هي الدكاتره من فوق تعمل انقباض عشان تحرك الاكل دوت، هتحركه ازاي؟ الاكل اللي كلناه ستيمولينت ريسبتور بعتنا في افرنت، راح للماينتريك اللي هي الاورباكس، اورباكس بعتت افرنت للسيركلا والنيكوتين، فاهمين يا دكاتره؟ كلير. يبقى انا عندي دلوقتي يا دكاتره عندي نوعين بلاكسس، عندي نوعين بلكسس. النوع الاولاني بص كده يا دكاتره هرسم ادي جي اي تي كده يا دكاتره، ادي السب ميكوزا، ادي يا دكاتره ايه السيروزا والمصل لاير اهو ان بتوين. بص كده يا دكاتره انا عندي تو بلكسس، بلكسس هنا اللي هي دي ايه؟ السب ميكوزا المسنر، السب ميكوزا المسنر، السب ميكوزا سب ميكوزل. وعندي ايه كمان يا جدع؟ ماينتريك اورباخ. ادي ماينتريك اورباخ. وبصوا يا دكاتره ماينتريك اورباخ كونكتد مع بعض، والميسنر كونكتد مع بعض، ومش كده وبس، والاثنين انتر كونكتد مع بعض. لازم اظبط السكريشن مع مين؟ مع الموتيليتي، فاهمين يا دكاتره؟ والمجموعتين دول ماينتريك والميسلر بصوا عباره عن من 80 الى 100 مليون خليه، 100 مليون خليه، ده عدد كبير. عدد ايه؟ كبير. فاسميها يا دكاتره انتريك نيرفس سيستم، انتريك نيرفس سيستم. الله يبقى بصوا يا دكاتره بنقسم النيرفس سيستم هنا سنترال نيرفس سيستم، ده اللي ايه فولنتير كنترول وبتاع واوتونوميك نيرفس سيستم وانتريك نيرفس سيستم، فاهمين يا دكاتره؟ لغايه دلوقتي يا دكاتره ما جبناش سيره الاوتونوميك نيرفس، قول له لا خلي بالك، خلي بالك يا دكتور. ادي يا دكاتره بصوا بقى يا شباب، بصوا كده يا شباب، ادي الباراسمباثيتك جاي من بعيد زي الفيجاس، وبصوا يا دكاتره رايح لمين؟ بص كده يا شباب رايح لمين؟ الله يبقى خلوا بالكم ايه العلاقه يا دكاتره ما بين انتريك نيرفس سيستم اند اوتونوميك نيرفس سيستم؟ اقول له ده الباراسمباثيتك يا دكاتره او السمباثيتك رايح للبلكسس دي، فاهمين يا دكاتره؟ باراسمباثيتك بصوا يزود هذه البلكسس اكتيفيتي، يزود السكريشن ويزود الموتيليتي. مظبوط. الله مش الباراسمباثيتك بيزود السكريشن والموتيليتي. هيزودها ازاي؟ لازم يروح للانتريك نيرفس سيستم. اللي هي مين؟ ميسنر وارباخ. ميسنر وارباخ. ميسنر وارباخ. ميسنر وارباخ. يزود السكريشن ويزود الموتيليتي. طب السمباثيتك؟ السمباثيتك بقى يا دكاتره ادي السمباثيتك. بصوا انهبت دوت وانهبت دوت. فاهمين يا دكاتره؟
لكن السؤال اللي بقى له 69 سنه فيه والسنه الجايه هنقول 70 سنه. لو قطعنا التونيرز دول السكريتشر اوبورتيونتي يحصل لهم ايه؟ هقول له مستمرين. الله يبقى يا ايها الانترنت نيرفس سيستم، يا ايتها مستر والبات، انت ليكي اكتيفيتي، انت انهرنت اكتيفيتي زي القلب ويطلعوا سكريتشر وموتيليتي. لكن لما عايزين نزود نشغل مين؟ عاوزين نقلل نزود مين؟ فاهمين بقى ده كذا كبير بقى ولا لا؟ واضحه دي يا شباب ولا لا؟ طب والباراسيمستيك بيزيد بالليل ولا بالنهار يا شباب؟ بالليل. الله، ده يجي لي ايه ام كده تمسك ابنها كده عمره 4 5 سنين وتضرب فيه وتجيبني في العياده، ليه يا ستي؟ اقول الواد طول الليل عمال يريل، عمال المخده ليل كلها ولا يعني، وانت يقى يعني؟ قلت لها ده على خفيف يعني. فاقول لها لا، علشان الباراسيمستيك اكتيفيتي بتزيد بالليل فبيزود السليبري سكريشن، صح يا شباب ولا لا؟ سهله دي. يبقى الباراسيمستيك بيزيد بالليل كده كده، فالولد بيبص لامه هو بابا الباراسيمستيك رجاله. طيب بس خلوا بالكم يا دكاتره يا شباب، خلوا بالكم يا دكاتره ازاي يحصل سكريشن يا شباب؟ ازاي يحصل سكريشن يا دكاترة؟ ازاي يحصل سكريشن؟ اقول له والله، اقول له ازاي يحصل سكريشن؟ دي سهلة. انتوا عارفين يا شباب النيرفس سيستم، انتوا عارفين طبعا دي بورتكس، ده برين ستيم مش كده؟ ده هو سباينال كورد. برين ستيم عبارة عن كام حتة؟ مدلة وبلونجاتا بونز وبرين ستيم وميد برين. ادي يا دكاتره الايه؟ البرين ستيم. الفيجاس نيرفز خارجين من فين؟ من البرين ستيم هنا. بصوا بقى يا دكاتره، خلوا بالكم معايا. بصوا يا دكاتره، ادي الريسبتور اللي احنا قلنا عليها يا دكاتره. يا ايه يا ايه يا ايه؟ الكيمو. هايل. بص يا شباب، الاول ادي ريسبتور ستيموليت يا شباب. بصوا فاكرين مسلر ناثر على مين؟ ادي ريسبتور ناثر هنا على مين؟ مصر اورباكس، صح؟ هل هذا الريفلكس وصل للبرين ولا سباينال كورد؟ لا. يبقى ده سميه لوكال ريفلكس. يبقى ايه هو اللوكال ريفلكس او لوكال اكسون ريفلكس؟ لما نلاقي التعبير ده يا دكاتره قول له ريفلكس لم يصل الى البرين ولا السباينال كورد. ايه البيست اكزامبل له يا دكاتره؟ قول له الدي اي تي انتريك نيرفس سيستم. واضحه كده يا دكاتره؟ يبقى لما يجي واحد يقول لي ايه والله قطعنا قطعنا يا دكاتره السباينال كورد وقطعنا الفيجاس نيرف، هل الانتريك نيرفس سيستم شغال؟ شغال. ليه؟ لان دول ليهم انهرنت بروبرتي. يبقى دول اسميهم شورت ريفلكسز. لكن في عندنا تاني يا دكاتره بقى، بصوا هخليها هنا. بصوا كده يا دكاتره، ادي ريسبتور ستيموليتد. بصوا كده يا دكاتره، بصوا راحت لفين بقى؟ ده هيبعت على مين؟ الله، ده هيبعت عن طريق الفيجاس نيرف. فيجاس نيرف هيروح يسبلاي مين بقى يا شباب؟ الميسنر او الاورباكس، صح ولا لا؟ فاهمين؟ مره تاني، احنا الريفلكس اللي الدكاتره بنقسمها عندنا في الدي اي تي الى نوعين، يا شورت يا لونج. يا شورت يا لونج. شورت يا دكاتره كل الكومبوننتس بتاعت الريفلكس، ادي ريسبتور، ادي افلنت، ادي سنتر. السنتر بتاع الريفلكس ده هي الميستر والاورباكس والافلنت والافكتور اورجن الميكوزا لاير او المصل. يبقى الخمسه كومبوننتس بتاعت اي ريفلكس موجوده داخل الوول بتاعت الفي اي تي اللي هو لا يتعدى الجدار بتاعه 2 3 ملم.
يبقى ده شورت ريفلكس ولم يصل الى الايه برين ولا سوايد بوينت. الله بس خلوا بالكم يا دكاتره ده في ريفلكس تاني لونج ريفلكس. ايه لونج ريفلكس؟ قول له ريسبتور لونج افرنت. الله ده ممكن افرنت ده يكون ايه برضه فيجاس نيرف يروح للايه برين ستيم. الفيجاس نيرف عند مثلا مدلة بلونجات يبعد في الفيجاس نيرف. يبقى بص بوث افرنت اند افرنت فيجاس عشان كده نسميه في في فيجو فيجل ريفلكس. يعني ايه فيجو فيجل؟ فيجو فيجل بوث افرنت اند افرنت فيجاس نيرف. يبقى الفيجاس نيرف يا شباب زي كده في افرنت وفي افرنت. فاهمين يا كده؟ الافرنت جاي من ريسبتور للسنتر والافرنت جاي من السنتر الى الايه؟ الى الافكتور اورجن. كبير كده يا دكاتره؟ واضحه كده يا شباب ولا مفهومه؟ ثواني واضحه كده يا شباب؟ لا بس في اتفضل. نعم؟ في كذا ريسبتور ستيميليتد في وقت واحد. في كذا ريسبتور ستيميليتد في وقت واحد. يعني دكتور ممكن يعني مش احنا مش بنعمل ستيميليشن ريسبتور واحده. لا ده اعمل ستيميليشن لاكثر من ريسبتور، واحده تشغل اللوكال، واحده تشغل اللونج ريفلكس. فاهمين يا دكاتره؟ خلاص اتفقنا. مره ثانيه يا شباب، ايه السنتر بتاع الانتريك نيرفس سيستم؟ ميسنر ومين؟ شكرا. ايه السنتر بتاع اللونج ريفلكس دوت؟ ميد ايه؟ برين ستيم. برين ايه؟ برين ستيم. مين؟ برين ستيم صح؟ برين ستيم كده يا شباب. بس خلي بالكم يا دكاتره ارجوك ركزوا معايا الجزئيه اللي جايه دي. يا ايتها الريسبتور بتاعت اللونج ريفلكس انت موجوده فين؟ جوه الجي اي تي. جوه مين؟ جوه الجي اي تي. الله هو في ريفلكس اخر بره الجي اي تي؟ اقول له ايه بقى يا دكاتره؟ ساعات الواحد يكون ماشي كده يا دكاتره ويشم ريحه كده بقى ايه؟ ريحه سمك بقى وبري واستاكوزا. الواحد يحصل له ايه؟ ويجري صح ولا لا؟ يقول يا ده انا اكلت الحاجات دي من 17 سنه فاتت وعمل سكريشن ولا مش كده؟ دي لسه ده لسه الاكل ما دخلش جوه ولا لا؟ لكن اثر على السكريشن وميرتيليتي ولا؟ والواحد يقول الواحد جاع صح ولا لا يا شباب؟ صح ولا لا؟ صح. بص بقى يا دكاتره الواحد اكل. بص بقى يا دكاتره ادي البرين ستيم وادي الكورتكس. الواحد اكل ايه؟ هو استاكوزا. استاكوزا منذ 17 عاما. من 17 عام يا شباب طلعت طعمها حلو وجميل ومش عارف عند عم مين وبتاع. الله ده الكورتكس عملت ميموري وقعدت في الميموري دي في الكورتكس 17 سنه. لما شمينا الريحه قلنا بس هي دي صح. الكورتكس عملت ايه بقى يا دكاتره؟ بص الكورتكس عملت ايه يا دكاتره؟ ستيميوليتد برين ستيم. برين ستيم بعت لمين؟ فيجاس. زود لنا سكريشن وزود موتيليتي. يا ايتها الريسبتورز اين انت يا ريسبتور؟ الريسبتور موجوده فين؟ في الانف. طب شفنا منظر اكل. الريسبتور موجوده فين؟ في العين. صح ولا مش صح يا شباب؟ صح. واحد سمع ده انا امبارح اكلت اكله يبقى فين الريسبتور؟ موجوده في الاذن. يبقى خلوا بالكم يا شباب النوز والسمل والسايت منظر الاكل وريحه الاكل ورؤيه الاكل. الله ده ايه بعت الكورتكس. الكورتكس فاهمين بقى يا شباب؟ واضحه دي ولا لا؟ وعشان كده سبحان الله دي موجوده في القران يا دكاتره.
افكركم بيها. ربنا ام سيدنا موسى ربنا اوحى ليها ان ايه؟ ارضعي ابنك رضعه واحده وبعد كده حطيه في التابوت ورميه في البحر. الله الرضعه دي عملت ايه يعني؟ ده هي دي رضعه يعني ها؟ وهترميه علشان البيبي دوت ايه؟ يدوق الاكل الملك ويشم ريحه النبل وتحط بقى في الميموري كانه استاكوزا. عند فرعون يجيبوا له المرضعات كلها. لا لا مش هي دي، ده لسه عيل عمره يومين ثلاثه اسبوع. مش هي دي مش هي دي مش هي دي لغايه ما جابوا له الاستاكوزا هي دي. فاهمين يا شباب؟ يبقى دوت ايه دكاتره؟ ده اسميه بقى دكاتره ايه؟ اسميه كونديشن ريفلكس. كونديشن يعني ايه؟ حاجه مشروطه. مشروطه بايه؟ مرتبطه بحاجه تانية. فاهمين يا دكاتره؟ كليه بقى ولا لا؟ الله ده نفس الكونديشن ريفلكس ده. كونديشن ريفلكس ده دكاتره بيستخدم بقى في علاج الايه؟ الادمان. ازاي؟ نعرف سنتر كده في فرنسا مش عارف بمليون ريال عشان يعالج الايه؟ الادمان من الهيروين. يعمل ايه بقى؟ واحد يطلع لهم هناك يروح بقى يلاقي ايه؟ يلاقي ايه؟ ناس يعني متغطيه خالص يعني. وايه؟ ويحط لهم الهيروين بقى ايه؟ ها؟ في كل حته من الجنينه وجنب السرير وهيروين ايه اصلي؟ هيروين ايه اصلي؟ بيور مش مخشوط يا باشا. فصاحبنا ده يتصل باصحابه تعالوا ده احنا اللي بناخد اي كلام تعالوا يشم الهيروين. يا سلام ومين اللي بيقدموا له بقى؟ بنات وحشين جدا. سجلوها؟ سجلوها بتاعي هو واحد. المهم ايه بقى؟ الواحد شم الله يبقى ايه 100 100 مزاجه كويس. تاني يوم بقى يحطوا له ماده اسمها ايه بقى يا شباب؟ ماده تعمل فوميتنج، تعمل قيء. الماده دي بصوا كده يا شباب ما اسمهاش مورفين. امال اسمها ايه؟ اسمها ابو مورفين. اسمها ايه؟ يا ابو مورفين يعني هو بنتها صح يعني انا منطقها غلط يعني. يبقى ايه مش المورفين يا شباب؟ ابوه. يبقى ابو المورفين. ابو مورفين ده يا شباب ابو مورفين يعمل سيفير فوميتنج. فوميتنج اصلي مش مخشوش. يحصل بقى ايه؟ هيروين ويحط معاه ابو مورفين. يشم الهيروين يحصل له بقى قيء. المعده دي كانها عايزه تتقلب بقى كانها شراب كده مع هيتعكس. واخدين بالكم؟ ويحطوا له الرومين في كل حته ويجوا له برضه البنات ياهم ده ويقدموا له. اليوم الثاني بتاع الله هيروين نفسي في الهيروين. الله ده احسن فوميتنج. لا 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 يبعد عليه يبعد. الله اصبح في كونديشننج. هو ده الكونديشن ريفلكس. ارتباط يا شباب حاجه بحاجه اخرى. فاهمين يا دكاتره؟ لدرجه ايه؟ حط له مثلا الهيروين في الجنينه تلاقي ابعد حته عن الهيروين والحاجات دي. فاهمين؟ ليه ارتبط؟ يجي هنا بقى يقولوا له ايه؟ هيروين يرجع. فاهمين يا شباب؟ هو ده اللي اسمه كونديشن ريفلكس. ان عملنا ميموري. يبقى الكونديشن ريفلكس يا دكاتره السنتر بتاعه ايه؟ كورتكس. لكن الانكونديشن ريفلكس انا لما باكل حاجه حلوه كده يا دكاتره طعمها حلو واول مره بص كده يا دكاتره ريسبتور من البق هنا الدكاتره واحده من ثلاثه يا اوزمو يا كينو يا ميكانو تطلع على البرين ستام ترجع تاني افرق يعمل سكريشن.
يبقى ده انكونديشن، ده الواحد مولود بيه لسه البيبي النهارده بياكل اهو، يبعت ده انكونديشن حاجه غير مشروطه. السنتر بتاعها فين؟ برين ستيم. لكن كونديشن يا رؤية يا تفكير يا سمال يا سمع، ده الكورتكس بقى. يبقى ايه؟ يبقى لازم كورتكس، والكورتكس لازم استيموليت مين؟ البرين ستيم. برين ستيم يبعت لمين؟ الفيجاس نيرف. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى مرة تانية يا دكاترة، أنا عندي ريفلكسز نوعين، يا شورت يا لونج. الشورت عرفناها يا دكاترة، كل الكومبوننتس موجودة فين؟ في الجدار، في الكورسو. طب اللونج أقول له نوعين بقى، يا كونديشن يا ان كونديشن. ان كونديشن تروح البرين ستيم وترجع. ودي مش مرتبطة بخبرة ولا اكسبيرينس. فاهمين يا دكاترة؟ ولا ميموري. لكن يا دكاترة الكونديشن ريفلكس. لازم كورتكس. طب الكونديشن ريفلكس يا دكاترة الريسبتور بتاعته موجودة فين؟ أقول له أوتسايد الجي أي تي. أوتسايد الجي أي تي. الفيجن، سميل، هيرينج. وقبل ما الأكل يدخل بقنا. يبقى الكونديشن ريفلكس قبل ما الأكل يدخل البق. يبقى ده ايه كونديشن؟ الاكل دخل جوه كتير بقى ولا لا؟ يبقى انا عندي ايه يا دكاتره ريفلكس؟ يا شورت يا لونج. اللونج هالسمع ان كونديشن وكونديشن ريفلكس. معايا لغايه دلوقتي كده يا دكاتره؟ سهله ولا صعب الكلام ده؟ الواحد ما؟ ما ده برضه يعني نوع من الكونديشن. في هرمون بتاعت الاندروجين دي ممكن تأثر على بعض السيلز ان شاء الله. معايا سهل الكلام ده لغايه دلوقتي كده يا دكاتره ولا صعب؟ اعتقد لغايه دلوقتي ان شاء الله سهل. طيب دكاتره الله، ده في كمان عندنا بقى دكاتره علشان نعمل كنترول للجي اي تي، عشان نعمل كنترول للجي اي تي نعمل مش نيورال وبس، ده نعمل كنترول كمان هرمونال. ازاي هرمونال يا شباب؟ ازاي هرمونال؟ ركزوا معايا في القصه دي يا شباب. القصه دي سهله كده ولذيذه ونفهمها كده مع بعض، بحيث نخلص تو هرمونز دلوقتي سهلين جدا جدا جدا. ايه هما؟ بص كده يا دكاتره، دي ستومك كده يا دكاتره. دي ستومك كده يا شباب، وده البايلورس. ودي السمول انتستين. سمول انتستين اللي هي بدايتها ايه؟ ديودينم. وده البايلورس. البايلورس اللي هو بايلورس. اوكي؟ بص كده يا دكاتره. الاستومك دلوقتي يا دكاتره نزلت لنا اتش سي ال هنا في الايه؟ نزلت اتش سي ال هنا في الديودينم. الديودينم ده عايز يعمل ايه في الاتش سي ال؟ عايز يعمل نيوتراليزيشن اتش سي ال. هيعمل نيوتراليزيشن اتش سي ال ده ازاي؟ ان يجيب باي كارب صوديوم باي كربونيت. صح يا شباب ولا صح؟ الله، ده حتى يا دكاتره في السوق كده في اكياس فواره كده صوديوم باي كربونيت. لو الواحد عنده حموضه جديده نجيب الباي كربونيت نحطها في كوبايه ونشربها عشان نيوتراليز مين؟ الاتش سي ال. طب بص فيها يا دكاتره ازاي نعمل نيوتراليزيشن؟ اقول له اول حاجه بص فيها يا دكاتره، الديودينام دوت يا دكاتره في جلاند اسمها برونر. برونر بنو برونرز جلاند. برونر برونر اسمها ايه؟ برونر اسمها ايه؟ برونر. برونرز جلاند. برونر 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 دي يا دكاتره بصوا بتطلع بايكربونيت وبس. بتطلع بايكربونيت وبس. 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 هل بتطلع انزايم؟ لا. لا. بتطلع انزايم؟ لا. لا. بتطلع انزايم؟ لا. لا. طب ازاي بتطلع بقى البايكربونيت؟ بصوا بقى يا شباب برافو. ادي اتش سي ال يا شباب ستيمولت ايه؟ ريسبتور. ريسبتور نوعها ايه بقى بالاتش سي ال؟ هقول له ميكانو ولا اوزمو ولا كيمو؟ كيمو. دي كيمو بقى. ها؟ كيميكال. اتش سي ال كيميكال. عن طريق مين بقى يا شباب؟ ميسنر. ميسنر بتبعت افرن للايه؟ برونر. تقول للبرونر طلعي بايكربونيت نيوتراليز دي. ادي اول حاجه. لوجيك هذا الكلام وانا مستحيل. شايف يا شباب؟ اعتقد لوجيك. طب حاجه ثانيه يا دكاتره،
قول له والله يا دكاتره خلوا بالكم معايا كده يا دكاتره. قول له والله ده حاجه تانية يا دكاتره، الاتش سي ال ده يا دكاتره استيمولات ايه؟ ركزوا بقى معايا كده يا دكاتره. قول له والله الاتش سي ال دوت استيمولات ايه يا دكاتره؟ ريسبتورز. الريسبتورز دي هتعمل ايه يا دكاتره؟ قول له الريسبتورز دي هتروح للميسنا. بصوا هتروح، بصوا هتطلع من خلايا هنا يا دكاتره هرمون اسمه سيكريتين. سيكريتين هرمون ده اول هرمون يتم اكتشافه سنة 1908، اول هرمون يتم اكتشافه اسمه سيكريتين هرمون. الله، انت هتعمل ايه يا سيكريتين هرمون؟ هيقول بص يا شباب هعمل هنشط البرونرز اللي بتطلع لنا البيكربونات. شكرا. طب وايه كمان؟ بص كده يا دكاتره البنكرياس. البنكرياس بصوا انا هرسم البنكرياس ازاي يا شباب. البنكرياس ده لو دكت. البنكرياس لو دكت ولو ايه؟ اسيناي. دي ايه؟ اسيناي. يبقى بص ادي الاسيناي. اسيناي. يبقى البنكرياس لو دكت وايه؟ اسيناي. الدكت بص كده يا دكاتره الدكت بتطلع بيكربونات. يبقى الدكت بتطلع ايه؟ يبقى الهرمون دوت استيموليت مين؟ الضغط ولا الاسنين؟ الضغط. استيموليت الضغط. ليه؟ لان الاسنين بتطلع انزيمز. هل هذا وقت انزيمز؟ يبقى الاسنين صح؟ امال دلوقتي مين اللي بيطلع لنا البيكربونات؟ الضغط. يبقى سيكريتين هرمون استيموليت مين يا شباب؟ الضغط. صح دكاتره معايا كده ولا شباب ولا لا؟ طب الحاجه الثانيه بقى يا دكاتره، تعالوا نشوف بقى يا دكاتره. بصوا الكبد. الكبد يا دكاتره البي اتش بتاعت الكبد يا دكاتره 7.8. اوه لا ده انا نسيت، ده الضغط دي بتطلع لنا بيكربونات والبي اتش بتاعتها كام؟ 8.3. 8.3. ايه الله ده هي دي ذا مصدر الكلاين سيكريشن في جسمنا فين؟ ايه؟ المصدر الكلاين ايه؟ المصدر الكلاين ايه؟ طب المصدر اسيدك بي اتش 1 بي اتش 1 يا شباب صوروا من 1 لـ3 هنا الله المعده الاتش سي ال 1 لـ3 لكن بيكربونيت ذا مصدر الكلاين سيكريشن في جسمنا بيكربونيت بنكرياس من فين؟ من الضغط ولا من الضغط. فاهمين يا شباب؟ طب وبعد كده شايفين الليفر هيباتيك بايل. الله ده المراره يا دكاتره بتتكون في الكبد واسميها هيباتيك بايل عصاره الكبديه. لكن ستورد بصوا ستورد فين؟ بصوا في الجول بلادر. ستورد فين؟ في الجول بلادر. وفي الجول بلادر تبقى ايه؟ بي اتش بتاعتها اسيدك 7. تبقى بي اتش اسيدك 7. احنا دلوقتي عندنا نار هنا اتش سي ال، عاوزين نعمل نيوترايزيشن اتش سي ال ده، اطلع من هنا ولا من هنا؟ يبقى اخلي الايه بقى؟ ازود استيموليت الليفر تفورم ايه؟ هيباتيك بايل. فاهمين يا دكاتره؟ ليه؟ لان الهيباتيك بايل الكلاين. كلير بقى يا دكاتره؟ ولا مش ولا مش يبقى السيكريتين هرمون دلوقتي بيعمل عليها كام حاجه يا دكاتره؟ استيمونيت برونرز ويروح للضغط ويروح للليفر صح؟ بس خلوا بالكم يا دكاتره السيكريتين هرمون ده جدع. جدع ازاي؟ يقول لي يا نهده تقول له ايه؟ يقول لها اهدي شويه قلل الاتش سي ال صح ولا مش صح؟ يبقى هو يقلل السيكريشن بتاع الماء. يقول لها لغايه صح ولا مش صح؟ يقول لي المعده كمان يا معده تقول له ايه؟ يقول لها قليل الموتيليتي بتاعتك ما تبعتليش تاني لغايه ما تخلص من ده. صح ولا مش صح؟ صح. لوجيك ولا مش لوجيك؟ لوجيك. بس هو برضه يقول ايه؟ لا المعده ما تسمعش الكلام وما وصلهاش الكلام كويس، انا اعمل كونتراكشن البايلورس هقفل. صح ولا مش صح؟ صح. الله، يبقى ايه الاكشن بتاع السكريتين هرمون؟ قول له 6 اكشنز لغايه دلوقتي. ايه هما 6 اكشنز لغايه دلوقتي؟ قول له والله عند البنكرياس ضغط، ديودينم برونر، ليفر هيباتيك صح؟ والمعده 3. ايه هما 3؟ يقلل السكريشن يقلل الموتيليتي يبقى يقلل الكونتراكشن.
بس خلوا بالكم ويزود الانتستينال موتيليتي. اخلي الـ HCL ده مركز كده ولا ازود الموتيليتي واخليه يبقى ديستريبيوتد كده علشان ايه؟ اوزعه علشان يديهم هنا بيطلع بقى هنا وهنا 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 وهنا. فاهمين يا شباب؟ واضحه بقى ولا لا؟ يبقى السكرتين هرمون سهل. طب الهرمون الثاني، الهرمون الثاني اسهل منه، ثواني، الهرمون الثاني اسهل منه جميل جدا جدا جدا. ايه بقى يا شباب؟ بصوا بقى ركزوا بقى معايا كده يا دكاتره. يوجد هنا يا شباب بصوا امينو از بلاش امينو از فات فاتي اسيد، دي واحده بس عشان الاثنين يبقوا قريبين لبعض ويبقى ايه؟ سهله. بصوا كده يا دكاتره، في فاتي اسيد هنا في الدي ان ايه. عاوزين نعمل ايه يا دكاتره؟ عاوزين نعمل ايه للدهون دي؟ عاوزين نهضمها صح ولا لا؟ اروح اقول للبنكرياس يعمل ايه؟ اروح يا دكاتره البنكرياس للضغط ولا للاسيناي؟ صح؟ يبقى اروح للاسيناي. ليه؟ لان دي اللي بتطلع لنا انزيمز تهضم لنا الاكل دوت. صح يا شباب ولا لا؟ الله. يبقى السكرتين راح لمين؟ للضغط. لكن دوت راح لمين؟ للاسيناي. وبصوا يا دكاتره، نروح للليفر يا شباب؟ لا لا، ولا نروح للجول بلادر؟ يبقى نروح للجول بلادر. ادي الجول بلادر. صح. ويعمل ايه للجول بلادر؟ يعملها انقباض، كونتراكشن، كونتراكت الجول بلادر، كونتراكت الجول بلادر. وعشان كده هو بيعمل كونتراكت. ليه؟ لان الجول بلادر دي عندها بايل مركزه، كونسنتريتد بايل مركزة. أيهما أحسن يهضم الدهون؟ البايل المخففة ولا المركزة؟ المركزة. المركزة. المركزة موجودة فين؟ في الجول بلادر. يبقى نعمل إيه للجول بلادر؟ انقباض. الله، الجول بلادر يعني كوليسيست. كوليسيست. كوليسيستوكاينين. الله. يبقى هو بيعمل إيه للجول بلادر؟ كاينين، كاينين حركة. يبقى هو الهرمون أسميه سي سي كي. كوليسيستو كاينين. وبصوا اسمه ايه كمان؟ بنكريو زاينين. يهو اسمه سي سي كي كوليسيستو كاينين بي زد بنكريو زايمين. زايمين يعني بيشتغل على مين؟ على انزيم اللي هي الاسيناي. فاهمين يا دكاتره؟ سهل الكلام ده ولا لا؟ بس خلوا بالكم في نفس الوقت يقول للمعده يا ايتها المعده، تقول له ايه؟ تقول له قلل السكريشن شويه وقلل الموتيليتي شويه لغايه ما تخلص من اهض النور. وبرضه عشان يتاكد ويعمل ايه البايلوراس؟ يقفل البايلوراس. الله. يبقى الثلاثه دول بتوع المعده مشتركين فيهم، السكرتين والكوليسيستوكاينين. لكن الكوليسيستوكاينين اشتغل على الاسيناي ولا الضغط؟ الاسيناي. اشتغل على الاسيناي. لكن الضغط لا. طب ويشتغل على الجول بلادر ولا الجول بلادر؟ طب السكرتين هرمون بتاع ال اتش سي ال يشتغل على الضغط. الضغط يشتغل يا شباب. كتير. بكره بقى نكمل ان شاء الله.